ويلكم يا شيعة أبي سفيان، أنا الذي أقاتلكم وأنتم تقاتلونني والنساء ليس عليهم. وين رايحين على النسواني؟ حتى شمر ابن ذي الجوشن قال اتركوا النساء، اقصدوها بنفسي. تبطلوا من الخيام. لكن تدري كم امرأة في سجون البحرين؟ تدري شو يسوون بها النساء؟ تدري يجرون من شعورهم؟ تدري يجردوهم من أعبيتهم؟ تدري بشنو يهددوهم؟ تسمع ما يمكن تمر مرور الكرام. تقدر تدار شوف وين وشلون، لا تمر مرور الكرام، لا تقول أنا مو من البحرين. شو الإمام الحسين عنده جنسية عراقية؟ شنو موسى بن عمران اللي كان ولد هناك ثم جاء إلى شعيب ثم رجع باعتبار الجنسية كان يتحرك؟ أنت مسؤول كإنسان كبشر كمؤمن، واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. 42 عالم من علماء الدين في المطامير في البحرين تفعل بهم الأفاعيل، يعذبون بشتى أنواع العذاب. وفي الكرة الأرضية ما عندنا دولة فيها 42 عالم بالسجن. جيب لي هي دولة صغيرة بس في التعذيب في الظلم قوة عظمى. في بلدك في أي مكان واجبك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا تقول أنا ما علي. ترى تدري شنو اللي قتل مسلم ابن عقيل أول شهداء كربلاء؟ ما لنا والدخول بين السلاطين. أنا شو علي؟ ما يصير. أنت مسؤول عن بيتك ومسؤول عن الشارع. إذا نظفت بيتك وما نظفت الشارع الميكروبات والأمراض تنتشر توصل إلى بيتك. إذا شفت أولاد الناس راحوا وراء المخدرات لا تقول أنا مو مسؤول. إذا شفت واحد دا يظلم الناس لا تقول أنا مو مسؤول. إذا شفت مظلوم لا تقول أنا مو مسؤول. إذا شفت مليون أرملة في العراق وخمسة ملايين يتيم ويتيمة من بحالهم لا تقول أنا مو مسؤول. ارفع الراية.